فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أو تقول السائلة: بعض النساء ممن يحضرن الدرس في هذا المسجد وتحضر في مصلى النساء، يقول: تقوم بتأخير صلاة العشاء ولا تصلي مع الجماعة وهي جالسة في الخلف، وتقول إن تأخير صلاة العشاء أفضل. لا، صلاتها مع الناس أفضل، إذا كانت تريد الفضل فصلاتها مع المسلمين أفضل، ولا تعتزلهم وهم يصلون. إذا حضر الإقامة، حتى لو هو مصلي، إذا حضر الإقامة يجب عليه يدخل معه، تكون نافلة له. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.